اول سنه له بيكون عنده فريق بالدرجه الاولى بالباسكت بول، واللي بيميز فريقه بس عن غيره من كل نوادي انه نادي لانه محسوب على طائفه، لانه محسوب على منطقه، في من كل الطوائف، في من كل المناطق، هو بيجمع الكل، بضم الكل، ورئيسه ابدا ابدا يعني منه بيرفض فكره الطائفيه والمذهبيه، بيرفض فكره المناطقيه. رئيسه هدفه الرياضه ومساعده الجيل الشاب والناشئ لمزاوله الرياضه باطار رياضي بحت بعيد عن المحسوبيه والطائفيه والمذهبيه. جاسم كمان بيلعب بالنادي الرياضي، ايه بذكركم اللي صار اليوم. الفريق الاول صار في بينه وبين الاكاديميه نوع من الدمج يتعرفوا عليه، لانه احنا براينا جمهورنا هو حيكون من تلاميذنا من اهلهم، هيدي نواه الجمهور اللي حيرافقنا ويشجعنا. فمين اقرب لهالفريق من اكاديميته، من جمهوره، من لاعبينه، بيتحمسوا بيشوفوا الابطال تبعونه، وكمان بيصير نوع من الكيمستري، بيلحقوهم بالملاعب. هذا الشيء بيخلق كمان نحن عم نجرب نجيب جمهور طبعاً يكون مميز من اكاديميتنا، من عائلتنا نحن اللي هي منتشره بكل لبنان. الفريق بلش من المحافظات مثل ما ببلشوا كل الفرق، كان بضم لاعبين مخضرمين مثل غازي بستاني، وليد دمياطي، إلي نصر، داني حموش، كل هذا الجيل يلي عمل العصر الذهبي للباسكت، كفى عم يلعب مع نادي الهوبس اكيد بقياده رئيسه جاسم يلي لعب سنتين وبعدين اخر سنه وقف، وقدر هذيك السنه هذا الفريق يلي فيه عناصر مخضرمه اذا بدك وخبره مع عناصر شابه مثل الخطيب، مثل حسين الخطيب، حسين انصو خيو لجاسم، قدروا مزيج من الشباب ومن المخضرمين يقدروا يوصلوا الفريق للدرجة الأولى. احنا فكرتنا كانت ان نقدم فريق ببادجت متواضع يعطي احلى انتاجية كرة سلة بقد الامكانية تبعيته، هذا هدف اساسي عنه. ومنه بقلب الملعب جمهورنا شكله الحدث اللي حنعمله بقلب الملعب، انتشاره وتنوعه، كل هذا الموضوع نحن عم نجرب نحن نفرض فرضيه بالباسكتبول انه مش دائما لازم يحط مليون دولار لينعمل فريق. عندي امل اني حوصل، انا عندي امل اني يكون شكلي كثير مرتب، اقدم مستوى لكره السله. انا اخر شيء عم مثل كره السله مثل كل نادي، لازم ورجي مستوى عالي. املي اني اربح، ما هو هدفي، هو هدفي انه يكون اقدم احسن شيء انا بقدر اقدم. يعني بتكون خساره انه يكون عندي مجموعه من اللاعبين اللي هن كلهم شباب صغار ما يعطوا احلى كره سله عندهم. انا لازم انا ضوي انه انا شكلي وقدرتي طلع منهم 100%، 90%، ليش لا؟ ان شاء الله بنكون 100%.